مشاهدينا ومتابعين قناة هبة بريس، مرحبا بكم في أولى حلقات برنامج حتى حنا ولادكم، اللي هو برنامج اجتماعي محط. من خلاله غادي نتعرفوا على مجموعة ديال القصص للعديد من الأشخاص. ضيفة الحلقة ديال اليوم هي مليكة من فرنسا، اللي شاءت الأقدار أنها تكون إحدى نزيلات المركب الاجتماعي المتعدد تخصصات باب الخوخة بفاس. إلا بغيتوا تعرفوا مزيد من التفاصيل وبغيتوا تعرفوا أكثر على القصة ديال مليكة، ما عليكم غير تبقوا معنا ونخليكم تشوفوا الحلقة. السلام عليكم. بورقة دي مليكة، ستين سنة، عايشة هنا في المركز هذا ديال الخيرية. أنا في الحقيقة كنت عايشة في أوروبا، وفاش عشت في أوروبا عشت 14 سنة، وكتاب المكتوب ودخلت المغرب وبقيت هنا في المغرب، ولكن عندي الدراري ديالي تماك في فرنسا. كنت عايشه في باري 11 متر شارل لا رو دو نيس. كنت عايشه بخير، عايشه مزيان، عايشه ستابل، عايشه جي بوزوان دو ريان، سي با كوم ايسي. يا ان غراند ديفيرونس انتر لوروب اي ايسي. جوج مدير ديال الصحافه Journal le matin, Maroc soir. J'ai été mariée, c'est avec lui que j'ai trop voyagé. Saraha, mon mari, il s'est fait avec lui. Il s'est fait avec mon mari. كان راجل عظيم، راجل في المستوى، راجل تعرف اللي خلقه، راجل سياسي، راجل تعرف المهنة ديالو شنو خاصو يدار فيها. رجل عادم، ما عمرو سمع مني كلمة حب، ما عمرو سمع مني. كنت مخليها لداخل ديالي، الداخل ديالي اللي كان تيدير، ما عمرو سمع مني. ما كنتش نقدر نقولها ليه، تجيني حشومة، كانت تجيني حشومة بزاف، حيت كنت نحترمو بزاف، تنحترمو بزاف. من بعد قبضت واحد المدة الفراش وتوفى الله يرحمه ويوسع عليه فهاد النهار هذا. ومن بعد انتقلت لهنايا، عشت مع الوالدة، وقعوا لي مشاكل مع الوالدة وانا نجي لهنايا لهاد المؤسسة. قبضت طاكسي، جيت نزلت خديت الطاكسي، قلت لي الله يخليك فين تجي الخيرية، قال لي بنتي هي غير هنا، قلت لي الله يخليك ديني ليها وجيت ليها. دخلت هدرت مع المدير، قال لي جيبي لي سيرتيفيكا ميديكال وجيبي لي واحد الورقة من عند الباشا. مشيت جبتهم ودخلت عادي، جيت لهنايا عايشة بخير، ما خصني حتى شي حاجة. المهم عندك ان لي بور دورمير بور لو غيست، راك عارفو الظروف اللي جابتني لهنا. طحت بسكته قلبيه وما لقيتش اللي يساعدني وجيت لهنايا. هنايا هنا لقيت المساعده، مساعده ديال الدواء، مساعده ديال النعاس، مساعده ديال ça veut dire un foyer. J'ai trouvé un foyer. Un foyer de استقرار. ça veut dire مستقر. فاش تخطاك يخطاك جيبك ما يعقلش عليك شي واحد. فاش تكون خدام وتتكون داير تتلقى اللي هذا. ما فاش يخطاك جيبك ما كاينش اللي عقل عليك. شنو توحشت؟ توحشت ولادي، توحشت حياتي، توحشت لافي ديالي اللي كانت شحال هادي، توحشت
بزاف، ولكن اللهم لك الحمد، حمدينا وشكرنا على كل حال. لو جور ديال لو رمضان هنايا لو برومي جور سي بيان. Vous avez regardé qu'est-ce qu'il y a exactement pour le fthor, pour tout ça. Et on a besoin de rien de toutes les façons ici. On a besoin de rien. Ana farhane bzaf bzaf. Tanchkrak jazil shukr. Merci beaucoup. Sana saïda, Ramadan Mubarak saïd. علينا وعلى جميع أمة سيدنا محمد أجمعين. بغيت نقول لوليداتي راني توحشتهم بزاف، وما تمنيت يكونوا معايا في هاد اللحظة هادي هنايا، وتنطلب الله سبحانه وتعالى يقدرني تنشوفهم. تنشكر مسيو بركات، تنشكره بزاف حارس العام، وتنشكر الديريكتور ديالنا محسن، سي محسن تا هو وقف معايا مزيان، وتنشكر جميع الاطر ديال هنايا في الحقيقه، جميع الاطر ديال هنايا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.